النوروز ليس مجرد عيد بمناسبة سنة هجرية شمسية جديدة، بل هو أكثر من ذلك، هو احتفال بولادة جديدة وحياة جديدة. هو أيضا احتفال بالتعايش والوحدة بين القوميات المختلفة في إيران، وهذا جانب من هذه الاحتفالات. تنظم بلدية طهران هذه المهرجانات في أيام النوروز للترفيه ولتعريف المواطنين بالموسيقى الفولكلورية لمختلف القوميات في إيران. هذه الاحتفالات مهمة طبعا، لأنها تسعد الناس وتمدهم بطاقة إيجابية وتعرفهم إلى الثقافات القوميات المتنوعة في إيران. يستمع المواطنون بشغف إلى هذه الموسيقى وكأنهم يسافرون على امتداد جغرافيا إيران من هذا المكان. تقام هذه الاحتفالات في أماكن بارزة ومتعددة في العاصمة طهران، ومنها هذا المكان وهو قصور نيافاران أو مجموعة قصور الشاه سابقا، والتي أصبحت بعد الثورة متحفا يتردد إليه الإيرانيون. مسؤولة العلاقات العامة في هذه المجموعة ستحدثنا عن أهمية هذه الاحتفالات. في أيام النوروز يزور العديد من المواطنين الأماكن التاريخية والمتاحف، لذلك نحن في هذا المكان نجري احتفالات متنوعة، ومنها تلك المتعلقة بالقوميات الإيرانية منذ عدة سنوات. إلى جانب الموسيقى تقام نشاطات أخرى تجذب إليها المواطنين، ومنها ما يأخذهم في جولة عبر تاريخ مدينة طهران من حواريها وأزقتها إلى بازارها القديم. هكذا يمضي عطلة النوروز من لم يساعده الجو الماطر على السفر خارج طهران وآثر البقاء فيها. من حمرية طهران، الميادين.